وصلنا للماتش الأخير لكل فرقة عربية وكل منتخب عربي للوصول لكأس العالم. خلاص دايق، الحمد لله. الجزائر كسبت الكاميرون في الكاميرون 1-0، وتونس كسبت مالي في مالي 1-0، المغرب مع الكونغو الديمقراطية 1-1 في الكونغو الديمقراطية. الموضوع سهل في المغرب إن شاء الله بإذن الله. مصر كسبت 1-0 في مصر هنا، وإن شاء الله هناك نروح يعني نعدي، احنا هيلعبوا ضغط كذا كذا كذا، يحصل اللي يحصل، نطلع بالتعادل نوصل خلاص يعني، او نكسب ان شاء الله. انا حاسس ان احنا هنلعب ماتش احسن من اللي لعبناه هنا، احنا هنا ما لعبناش كوره، ان شاء الله يعني هناك نلعب كوره احسن من اللي هنا. ليه؟ الضغوطات مش هتبقى علينا كتير قوي، هنلعب هم عاوزين يهاجموا، احنا عايزين ندافع شويه يعني، كوره ولا اتنين نخلص الدنيا، واحنا بنعرف ندافع كويس. المغرب خلصي بقى، المغرب خلاص تخلص، المغرب تخلص حقيقة، كانت من الكون هناك تخلص الدنيا، لكن خلاص الماتش ما خلصش هناك، يخلص في المغرب، يخلص في المغرب. عشان كده الاربع فرق او الاربع منتخبات العربية نشوفهم في قطر هناك بسم الله ما شاء الله كده، ونوصل ونعمل مباريات، معلم بقى ربنا احنا هنروح هناك بس نوصل يعني، احنا بنقول نوصل يعني، مع ان حته ان احنا نعمل حاجه في قطر دي يعني الموضوع يعني شكله واضح يعني، منتخبات مش بقد كده يعني، احنا هنزك نوصل دور ال 16 هناك، نوصل دور ال 32، هما 32 فريق اساسا، بس نوصل دور ال 32، وبعدين في مواصلات تجيبنا بعد ما نوصل وكل حاجه يعني، ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا السعوديه صعدت في اسيا، وعندنا ما لما اربع منتخبات عربيه من افريقيا يصعدوا يبقى حدث تاريخي، أول مرة أربع منتخبات أفريقية عربية يوصلوا في من أفريقيا، ده يبقى إنجاز يعني. أم محمد وأم إبراهيم ما شفتهوش، مين أم محمد وأم إبراهيم دي؟ الله أعلى وأعلم بيها، وكل سنة وأنتم طيبين، السلام عليكم.